مغنية سلمى رشيد، مغنية محترمة وعزيزة علينا. واليوم غادي نديرو بها واحد المثال. إلا شتي هاد المثال ديالنا ما تشقلقيش علينا، ولكن المثال غادي نديروه واعر. سلمى رشيد مزوجة وعندها وليدات وما عمرنا شفنا راجلها. برافو عليك، عندك اختي النفس اللي ما عندش الرجال. حنا شفنا شي وحدين مرتو شفناها، شاهدوا مرتي كيف تشطح، شاهدوا زوجاتي، شاهدوا مؤخرة زوجاتي، شاهدوا زمرة زوجاتي. العالم كامل شافها، العالم كامل شافها وشاف المفاشين ديالها وشاف العلو والارتفاع والعمق وما عرفتش شناهو. سلمى رشيد عندها النفس على الرجالة اللي كيبينوا عيالاتهم في التيك توك. وتا واحدة صاحبي مرتو مبينة ومزيرة، وليتي تشوف واحد بنت وحدها هو بابا يخلي لينا بابا. وانتوما الله يخليكم لباباكم كتصرفوا عليه بتكشبيلاتي ولي ولا ما قتلوني ما حيوني. اش كتخربوا، اش كتخربوا. تحيه لسلمى رشيد على النفس اللي عندها، وسيري الله يعطيك الصحه. واللي كيبين مرتو في التيك توك ولا في وسائل التواصل الاجتماعي ماشي راجل، واللي تقلق من هذا الشيء ماشي راجل، واللي تقرص يضربها مع الدس. الحقيقه زعما الديوتيين كثروا في هذا الوقت هذا. يا ربي نكون كنحلم واش حنا في دوله اسلاميه ولا في شي دوله ديال الدنمارك ولا السويد ولا نيو ديل هي ولا ميري باكال هي ولا ميري شكريا هي.